في إطار خطة تطوير الطرق الشاملة بالقاهرة الكبرى، الرئيس السيسي يتفقد سير العمل في مشروعات المحاور والطرق بالجيزة. تلبية لاحتياجات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مصر تطلق بنجاح القمر حورس واحد من قاعدة الإطلاق بشمال غرب الصين. دعما لمسار الحل الليبي الليبي، مصر ترحب بقرار مجلس النواب الليبي لتعديل الإعلان الدستوري. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية اطلع خلالها على سير العمل في مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة في إطار خطة تطوير الطرق الشاملة بالقاهرة الكبرى التي تهدف لمواجهة أزمة التكدس السكاني والاختناق المروري. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة تشمل تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية القائمة وإنشاء محاور مرورية جديدة بإجمالية أطوال 177 كيلومتر، بما يسهم في تحرير الحركة وضمان السيولة المرورية وتقليل التلوث البيئي واستهلاك الوقود والانبعاثات الحرارية، وذلك بالنظر إلى احتياجات التنمية السياحية الحالية والمستقبلية في محافظة الجيزة التي تتميز بالمناطق الأثرية السياحية الفريدة على مستوى العالم. غادرت سفينة إمداد مصرية من ميناء العريش محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى سوريا وتركيا، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار تقديم المساعدات الإنسانية إلى دولتي سوريا وتركيا. أطلقت مصر بنجاح القمر حورس واحد من قاعدة الإطلاق بمدينة جوجوان بشمال غرب الصين، ويأتي ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين في مختلف المجالات. هذا وسيتيح القمر المصري توفير صور فضائية عالية الدقة لتلبية احتياجات الدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر لعام 2030. أكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الأستاذ الدكتور شريف صدقي على قوة التعاون الثنائي بين مصر والصين في مجال الفضاء. وفي مداخلة خاصة للتلفزيون المصري، أوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أن عملية إطلاق القمر حورس واحد تمت بمشاركة كبيرة من الخبراء المصريين والصينيين، لافتا إلى أن القمر المصري يحمل على متنه كاميرا عالية الدقة لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة. الحقيقة احنا بيننا وبين الصين في تعاون كثيف جدا في مجال الفضاء وإطلاق الأقمار الصناعية، وأيضا إن احنا بنأسس مركز لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية. فالقمر حورس واحد الحقيقة ده بداية من مجموعة من الأقمار الصناعية اللي هي خاصة باستشعار بالبعد، اللي بيتم تطويرها من خلال مشاركة كاملة ما بين فريق من الخبراء والمهندسين المصريين وفريق من الصينيين، بهدف إن احنا بنوطن تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية، وإن احنا بنحقق كل متطلبات برنامج الفضاء المصري. قال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الأستاذ دكتور شريف صدقي إن القمر حورس واحد سيتم استخدامه في العديد من المجالات، لا سيما تحسين الإنتاجية الزراعية من خلال رصد جميع مصادر المياه عبر القمر بدقة عالية. وأوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أن القمر حورس واحد سيمكن مصر من رصد العديد من الكوارث الطبيعية كظاهرة التصحر، إلى جانب متابعة العديد من المشروعات القومية ورصد مراحل تنفيذها والمعوقات التي تواجهها، فضلا عن تعظيم دور مصر المحوري عربيا وأفريقيا على صعيد التنمية المستدامة. حورس واحد عبارة عن قمر صناعي للاستشعار من البعد، وبيحمل على متنه كاميرا التصوير عالية الدقة. طبعا لما بيبقى عندنا إمكانية إن احنا نصور من الفضاء كاميرا عالية الدقة، ده معناه إن احنا بنخدم
كل متطلبات الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية 2030، إلى جانب أن احنا بنحقق كل متطلبات التنمية المستدامة. خلينا بس نشوف إيه هي التطبيقات المختلفة اللي ممكن نستفيد منها من هذا القمر. أولاً، لما يكون عندنا القدرة على التصوير من الفضاء بدقة عالية، ده بيخدم قطاعات كثيرة. على سبيل المثال الحصر، احنا لو بصينا على القدرة على تحليل نوع التربة الزراعية على جميع أنحاء القطر المصري وتحليل الأجواء المحيطة بالتربة دي، ده بيخلينا نحدد أفضل أنواع المحاصيل الزراعية اللي احنا نقدر نزرعها في هذه التربة، وبالتالي بنعظم الاستفادة وبنحسن من الانتاجية الزراعية، وبالتالي ده ليه مردود كبير جدا على الأمن الغذائي وتوفير كل المتطلبات من الأرض المصرية للشعب المصري، بل بالعكس ممكن يكون في فائض نقدر نصدره وما له من مردود على توفير العملة الصعبة. إلى جانب أن احنا بنقدر نرصد كل مصادر المياه، سواء كانت مياه جوفية أو سواء كانت مسارات للمياه والأنهار، دي بنقدر عن طريق التصوير عالي الدقة أن احنا نحدد مصادر المياه بدقة عالية. ودي طبعا دلوقتي ده موضوع مهم جدا جدا جدا، وده سر الحياة هو المياه يعني. تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، مع زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة لتصل إلى 31 سلسلة تجارية. يأتي ذلك بإجمالي 1074 فرعا على مستوى الجمهورية، وكذا 46 معرضا فرعيا أمام السلاسل التجارية المشاركة، بالإضافة إلى إقامة عدد من السرودقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية. تشهد مبادرة كلنا واحد في مرحلتها 23 برعاية رئيس الجمهورية انطلاقة جديدة، تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث تم تجهيز شوادر ذات سعة كبيرة بالشوارع والميادين الرئيسية بمختلف المحافظات تتميز بوفرة المعروض، إضافة إلى انضمام المزيد من السلاسل التجارية إلى المبادرة. احنا بنحاول إن شاء الله نقدم أقل سعر موجود بالنسبة للمنتجات اللي موجودة خلاص في السوق. سعرنا بيبقى يعتبر سعر التكلفة. نقدر نوفر السلعة لجميع المواطنين بسعر الجملة للمستهلك أو بسعر المصنع للمستهلك دايركت يعني. عندنا خصومات لحد 70%، إن شاء الله الحاجات الموجودة تكون متناسبة مع الأذواق وتكون إن شاء الله يعني مناسبة لمستويات الشعب المصري إن شاء الله. منذ اللحظة الأولى لفتح شوادر المبادرة والمقامة بمختلف المحافظات أبوابها أمام المواطنين، تشهد إقبالاً كبيراً للاستفادة من التخفيضات على مختلف أنواع السلع والتي تصل نسبتها إلى 60%، مع زيادة العارضين والكيانات المشاركة فيها، ليصل عدد المشاركين في المبادرة إلى 1074 فرعاً لـ 31 سلسلة تجارية بمختلف المحافظات، إضافة إلى 36 معرضاً فرعياً أمام السلاسل التجارية، وهو ما أتاح وفرة المعروض من مختلف أنواع السلع بجودة عالية. احنا حابين ان احنا نقدم منتجاتنا باسعار قليله جدا، طبعا محاربه للغلاء. بنقدم كل السلع للمواطن البسيط، المواطن هيلاقي الرز، هيلاقي السكر، هيلاقي الزيت، هيلاقي المكرونه، هيلاقي مش رمضان، هيلاقي ملابس، هيلاقي كل احتياجاته وبتخفيضات تصل ل 60%. المبادره دي جميله وربنا يكتر منها يا رب. الزيت والسكر كله ده متوفر بكميات كويسه. اشاد المواطنون بهذه المبادره الرئاسيه وبما تبذله وزاره الداخليه من جهود اجتماعيه لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الساحتين المحلية والدولية. نشكر الرئيس على المبادرة اللي هو عاملها، بصراحة جميلة وبصراحة الأسعار جميلة. الأسعار فيها فروق كبيرة جدا يعني، الحقيقة احنا اللي بنطلبه ان المعارض دي تستمر. أول مرة أخش المكان هنا والمكان جميل جدا وأسعاره حلوة جدا وحاجات متوفرة كتير جدا. صراحة هنا الأسعار جميلة جدا، وبنشكر وزارة الداخلية والسيد الرئيس على الحاجات الحلوة اللي عاملها لنا. وفي السياق ذاته وفي إطار المبادرة، تواصل منظومة أمان توفير السلع بأسعار مخفضة عبر 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية، مع طرح كميات إضافية من السلع من خلال سيارات موجودة بالمناطق الأكثر احتياجا وبأسعار مخفضة، وجميع منافذ أمان وكذا المبادرة موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت.
هكذا تتجدد فعاليات مبادرة كلنا واحد لتواكب المستجدات الاقتصادية التي تطرأ بفعل المتغيرات العالمية من خلال التوسع في مشاركات الكيانات التجارية فيها وإنشاء شوادر جديدة كبيرة تضم كافة أنواع السلع بأسعار مخفضة. تستمر وزارة الداخلية في أداء دورها الاجتماعي في التخفيف عن كهل المواطنين من خلال مبادرة كلنا واحد، والتي تسعى إلى توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال إقامة شوادر في المناطق الأكثر احتياجاً تتوفر فيها كافة أنواع السلع بالتخفيضات المعلن عنها. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بإقرار مجلس النواب الليبي لتعديل الإعلان الدستوري 13 باعتبارها خطوة مهمة على صعيد استيفاء الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن في أقرب وقت. وأكدت مصر على تطلعها لاستكمال مجلسي النواب والدولة الليبيين لجهودهما على صعيد إعداد قوانين الانتخابات وصولا لإقرارها من مجلس النواب. وجدد البيان دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي الليبي، مشيدا بجهود مجلس النواب الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا والمجلس الأعلى للدولة ورفضها لأي إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين. كما أكدت مصر على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها ودعمها لمهمة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ذات الصلة. في مثل هذا اليوم قبل عام استيقظ العالم على نبأ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، عملية أكدت موسكو أنها جاءت دفاعا عن إقليم دونباس، واعتبرتها كييف انتهاكا صارخا لسيادتها. وما بين الطرفين تصاعد الموقف سياسيا وعسكريا واقتصاديا حتى وصل إلى ما نحن عليه الآن. عام تغير فيه شكل العالم وتغيرت معه حسابات الساسة وأرقام الاقتصاد التي لم تكد تستفيق من تداعيات جائحة كورونا. قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إن بلاده قدمت خطة لتحقيق السلام في قمة مجموعة العشرين، مشيرا إلى رغبة كييف التأكيد على تلك الخطة لحل الأزمة. وخلال مؤتمر صحفي أكد زيلينسكي أن العالم متضامن مع بلاده في مواجهة روسيا، مشددا على أهمية التأكد من عدم تحقيق روسيا لأهدافها في أوكرانيا بحسب زيلينسكي. العالم تضامنوا معنا لمواجهة هذا العدوان من روسيا، كذلك هناك دول قليلة فقط تؤيد روسيا، وأوكرانيا لها أصدقاء يساعدونها لصد هذا العدوان، وذلك حتى لا تتكرر هذه الحرب في أماكن أخرى. سنجعل بوتين لا يحقق أهدافه، وكذلك من المهم بالنسبة للجميع أن يركز على العمل من موقعه لننتصر. أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن بلاده تحضر هجوما مضادا ضد الجيش الروسي مع مرور عام على بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. وأكد ريزنيكوف أن بلاده ستشن ضربات أقوى وأبعد في الجو وعلى الأرض وفي البحر وفي الفضاء الافتراضي. لم نهزم وسنفعل كل شيء لتحقيق النصر. نحن أقوياء، نحن مستعدون لكل شيء، سننتصر على الجميع لأننا أوكرانيا.
لا نهاية تلوح في الأفق، ويبدو أن العملية العسكرية الروسية ستستمر طويلاً دون معرفة من سينتصر ومن سيتجرع مرارة الهزيمة، خاصة بعد تزايد دعم الغرب لأوكرانيا الذي وصل إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن خطط أقدامه العاصمة كييف في تحد صريح لروسيا. يريدون إلحاق هزيمة استراتيجية بنا ومهاجمة مواقعنا النووية، ولهذا السبب بات واجب علي أن أعلن أن روسيا ستعلق كل مشاركات في معاهدة نيو ستار. الأزمة وصلت إلى نقطة لا عودة مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامها الثاني، فيما تستمر المعارك الدامية بين البلدين، إذ تحاول موسكو بسط السيطرة على المناطق الأوكرانية، بينما تتلقى كييف الدعم اللوجستي والعسكري الغربي في مواجهة الدب الروسي الذي لم يستبعد اللجوء للخيار النووي إذا لزم الأمر. فعلى الأرض تواصل الحشود العسكرية الروسية تدفقها إلى شرق أوكرانيا استعداداً لهجوم كبير حسب ما أفاد حاكم مقاطعة لوهانسك. وفي المقابل وبانتظار المساعدات العسكرية الغربية الموعودة من دبابات قتالية وصواريخ بعيدة المدى، تتهيأ أوكرانيا لشن هجوم مضاد في الربيع من أجل استعادة السيطرة على الأراضي التي وقعت في قبضة القوات الروسية. الحرب التي راح ضحيتها الكثيرون دفعت أكثر من 14 مليون إنسان للنزوح، وأكثر من 18 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية. فبعد عام من الأزمة لا أحد يتوقع كيف سيكون السيناريو المحتمل للأزمة الأوكرانية، ووفقا لخبراء ومحللين سياسيين، إما أن تنتصر روسيا بفرض استراتيجياتها وقاعدتها الصناعية الضخمة واعتمادها على إرسال عدد كبير من الجنود إلى خط المواجهة، إضافة إلى اعتمادها على ضرب البنى التحتية المدنية الأوكرانية، وإما أن يكون السيناريو الثاني وهو فشل العملية العسكرية وأن تنجح كييف في استرجاع جميع أراضيها بما في ذلك شبه جزيرة القرم بفضل الدعم الغربي. وما بين السيناريوهين المحتملين تبقى المخاوف الحقيقية، أو ربما السيناريو الأسوأ، وهو أن يمتد الصراع ليشمل دول أخرى لتتحول إلى حرب عالمية ثالثة يدفع ثمنها الجميع دون استثناء. We'll be right back.
أعلن الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف أن موسكو ستنتصر في أوكرانيا، مؤكدا مع مرور عام على بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا أن بلاده على استعداد للمضي حتى حدود بولندا. وأضاف ميدفيديف أن الهدف من العملية العسكرية هو دفع حدود التهديدات التي تواجه روسيا إلى أبعد ما يمكن. Как известно, наш противник клянчил там самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ? Понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники. هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة حول مرور عام على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وخلال الجلسة تمت مناقشة التهديدات التي تحيط العالم جراء الأزمة الأوكرانية، بالإضافة لجهود الأمم المتحدة لتفادي أي كارثة قد تحدث في المستقبل القريب. ونتابع مع حضراتكم الآن جانبا من جلسة مجلس الأمن على الهواء مباشرة. مشترك وقيم هذه المنظمة التي هي في أساس أمننا المشترك، هذا هو السبيل الذي قد دفع بالجمعية العامة البارحة تعتمد بسوادها الأعظم قرارا يدين الاعتداء الروسي وعمليات الضم غير القانونية. أوكرانيا تمارس حقها المشروع بالدفاع عن النفس، وهو حق يعطيه إياها ميثاق الأمم المتحدة، ولذلك مع شركائنا سنستمر في تقديم الدعم الذي تحتاجه أوكرانيا وطالما لزم ذلك. فلا يمكن أن يقوم سلم واستقرار إذا ما تمت مكافأة الاعتداءات أينما كانت. السيد الرئيس، بعد انقضاء عام على الاعتداء الروسي أن يتوقف، ولا بد من إعلاء قواعد القانون الدولي وأن تستعيد أوكرانيا سيادتها وسلامة أراضيها. محكمة العدل الدولية طلبت ذلك منذ 16 من أذار مارس 2022، لذلك نطلب إلى روسيا أن تتحمل أخيرا المسؤوليات المترتبة عليها كعضو دائم في مجلس الأمن، وأن تضع حدا فوريا لحربها على أوكرانيا. شكرا على حسن الإصغاء. وكنا نتابع مقطع من جانب الجلسة التي يعقدها مجلس الأمن الدولي بمناسبة مرور عام على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ونتابع خلال كلمته قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتاريش إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تهدد بنتائج كارثية، ويجب إعطاء السلام فرصة. وأضاف غوتاريش أن الأمم المتحدة تعمل على تفادي أي كارثة نووية جراء الأزمة في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يجب رفع مزيد من القيود لتصدير الحبوب إلى العالم. تحولت الحياة إلى جحيم مستعر للشعب أوكرانيا. هناك حوالي 17.6 مليون شخص، أي ما يقارب 40% من سكان أوكرانيا، في حاجة إلى المساعدة الإنسانية وفي حاجة للحماية. وقضت الأزمة على 30% من الوظائف المتاحة ما قبل الحرب. ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن حوالي 40% من الأوكرانيين لا يستطيعون الوصول إلى الغذاء أو يحصلون على الغذاء الكافي. فقد أدت الحرب إلى أزمة نزوح لم تشهدها أوروبا عبر العقود، وأكثر من 80 مليون لاجئ أوكراني سجلوا في ربوع أوروبا، وهناك حوالي 5.4 مليون شخص أصبحوا نازحين داخليا. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم ينجح في السيطرة على أوكرانيا، مضيفا أن كييف صمدت رغم أن قوات روسيا أكبر وأقوى. وخلال جلسة مجلس الأمن حول مرور عام على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أشار بلينكن إلى أن العالم يجب أن يضغط نحو سلام عادل في أوكرانيا، مضيفا أنه لا يمكن لأي دولة في مجلس الأمن أن تتحدث عن السلام وهي تدعم روسيا عسكريا. روسيا قتلت عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال منذ عام من هذه الحرب، وجعلت أكثر من 13 مليونا يرحلون عن منازلهم، وكذلك قصفت أكثر من 700 مستشفى، وكذلك 2000 مدرسة، وأيضا قتلت العديد من الأطفال والرضع. ومع ذلك روح الأوكرانيين تظل عالية ولم تكسر، بل هي أقوى.
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يان ستولتنبرغ أن الحلف مصمم على مساعدة أوكرانيا على التصدي للعملية العسكرية الروسية، معتبرا أن موسكو لم تتمكن من كسر عزيمة الشعب الأوكراني مع مرور عام على بدء العملية. تصريحات ستولتنبرغ جاءت ردا على المقترح الصيني بشأن وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، حيث طلب أمين حلف الناتو موسكو بوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا والتي انعكست على إمدادات المواد الغذائية والطاقة في العالم. قبل عام الرئيس بوتين شن غزوه الشامل ضد أوكرانيا، هذه حرب عدائية غير قانونية وبانتهاك صارخ للقواعد الدولية. أراد أن يكسر إرادة الشعب الأوكراني وأراد أن يكسر وحدتنا. الرئيس بوتين فشل، أوكرانيا تقف صامدة والناتو والاتحاد الأوروبي يقفان إلى جانب أوكرانيا. ومع ذلك فإن بوتين لم يتخلى عن أهدافه، فهو يريد أوروبا مختلفة تحدد روسيا ما يقوم به أو تقوم به دول الجوار. هو ليس مستعد للسلام بل يعد المزيد من الحرب، فيجب أن نزود أوكرانيا ما تحتاجه من أجل. أكدت رئيسة المفوضيات الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواجه ضغوطا كبيرة بسبب العملية العسكرية على أوكرانيا. وقالت فوندرلاين إن العقوبات تقوض بشدة القاعدة الاقتصادية لروسيا، مشيرة إلى أن نظام بوتين يواجه ضغوطا كبيرة، واعتبرت أن العملية العسكرية عدائية وغير قانونية. بدلا من اكتساح ومسح أوكرانيا من الخارطة، فقد واجه أمة أصبحت أشد من أي وقت سبق. أوكرانيا باتت شهادة لشجاعة الأمة والتي لن تتوانى أبدا عن سعيها لتحقيق الحرية. لقد شهدنا ذلك في كل يوم من بين 365 يوما منذ اندلاع هذه الحرب المريعة. ذكر تقرير أعلنته وزارة الخارجية الصينية أن بكين تريد منع خروج الأزمة الروسية الأوكرانية عن السيطرة، وأشارت إلى أن الحوار والتفاوض هما السبيلان الوحيدان الناجحان لحل الصراع. هذا وتقدمت الصين بوثيقة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية مكونة من 12 بندا تؤكد فيها على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن، ودعم كل الإجراءات التي من شأنها تخفيف أثار الأزمة الإنسانية مع التزام العمليات الإنسانية بمبادئ الحياد والعدالة وتفادي تسييس القضايا الإنسانية. عودة للنبأ الأبرز في نشرتنا، حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية طلع خلالها على سير العمل في مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة في إطار خطة تطوير الطرق الشاملة بالقاهرة الكبرى. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة تشمل تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية القائمة وإنشاء محاور مرورية جديدة.
تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خطة تطوير الطرق ومحاور القاهرة الكبرى والطرق المؤدية لمناطق محافظة الجيزة، حيث تابع سيادته تنفيذ خطة تطوير محافظة الجيزة بإجمالي أطوال 177 كيلومتر، بما فيها تنفيذ كباري وأنفاق على جميع المحاور، وذلك لتحقيق أهداف مهمة منها تقليل استهلاك الوقود واستهلاك المركبات، حيث استمع سيادته لمعدلات تنفيذ الخطة وهي تنفيذ محاور طولية. توسعة محور 26 من يوليو بطول 12 كيلومتر لربط طريق الإسكندرية الصحراوي بالطريق الدائري. تنفيذ محور المهندس شريف إسماعيل بطول 12 كيلومتر لربط الطريق الدائري بمحور 26 من يوليو. تنفيذ الطريق السياحي بطول 6 كيلومترات لربط الطريق الدائري بطريق الواحات. الحل اللي احنا عملناه ده، احنا اوجدنا شبكه طرق جديده كامله بالظبط تحل المساله دي خالص لمنطقه الجيزه بالكامل او لمحافظه الجيزه بالكامل. تمام يا خلي بالك هنا كان في كتله سكانيه ضخمه جدا في المانيال والزمالك والمهندسين، وخلي بالك بتقول لي كمان مدينه الشيخ زايد ومدينه 6 اكتوبر وامتدادها حتى والقريه الذكيه ثم بقيه المحافظات. تمام ست. ونقول ان الكتله ديت كانت حجم الحركه اللي موجود فيها كان بيعاني خلال الفتره اللي فاتت والسنين اللي فاتت من قله المحاور اللي اتحرك عليها. تمام يا فندم. لما نقول كده نقول ايه؟ نقول طب ال 200 كيلو دول هيحلوا ويقللوا كثافه الحركه على بقيه المحاور اللي كانت قبل كده بقد ايه؟ وحجم التلوث اللي كان موجود نتيجه الزحمه دي قد ايه؟ وحجم استهلاك الوقت والوقود قد ايه؟ تمام ست. طيب ده كان انا برضو يهمني ان احنا واحنا بنتكلم دايما نقول للناس احنا مش بنتكلم على منطقه المنشيه ولا صفه اللبن، لا ده احنا بنتكلم ده هي واقعه المحاور دي في المنطقه دي، لكن هي بتربط كتل سكانيه ضخمه جدا وبتحل المسائل كمان للكتل دي. تمام. 200 كيلو دول حكايه ثانيه خالص، وتكلفتهم تكلفه كبيره جدا جدا جدا. ليه؟ لان احنا بنعمل ده احنا مش بنعمل في ارض فاضيه، احنا يا اما بنعمل في ارض وكان فيها مشغوله يا بزراعه يا بمباني. تمام. وبنضطر ان احنا نعوض الزراعه وبنعوض المباني اللي موجوده. وعايز اضيف لسيادتك بس حاجه يا فندم، ان بالاستعانه المكتب الاستشاري للهيئه الهندسيه وعدد من المكاتب المصريه التخصصيه الانشائيه الاستشاريه لاعاده استخدام المواد المحجريه يا فندم من قطاعات الحفر. كنا احنا قلنا الحكايه اه باستخدام المحددات الحديثه اللي سيادتك امرت بتواجدها يا فندم، وده طبعا يا فندم بيقلل التكلفه الماليه وبيقلل التلوث كما شملت الخطه ايضا تنفيذ محاور عرضيه، وهي انشاء محور احمد عرابي بطول 17 كيلومتر بدايه من طريق المنشيه مرورا بالدائري ومحور عمرو بن العاص وطريق مصرف نهيه محور شريف اسماعيل وربطه بمحور كمال عامر وصولا لميدان سفنكس وكوبري 15 من مايو ومناطق وسط البلد. تنفيذ محور عمرو بن العاص بطول 5 كيلومترات لربط القوس الشمالي بالجنوبي بالطريق الدائري. تنفيذ محور الخمائل بطول 10 كيلومترات لربط محور 26 من يوليو بالطريق الدائري القوس الشمالي. بالنسبة سيادتك لطريق الكابلات اللي سيادتك فندم مشرفنا عليه، جاري يا فندم إنشاء كوبري علوي بطول 400 متر وعرض 4 حارة مرورية لكل اتجاه لتحرير الحركة المرورية عند نقطة التقاطع فندم مع محور 26 يوليو. والكوبري ده فندم تم تنفيذه قطعين منفصلين فندم بالتنسيق مع وزارة النقل يا فندم المونوريل عشان ما يتعارضش مع أعمال المونوريل اللي بتنفذها وزارة النقل يا فندم. بالنسبة سيادتك للأعمال اللي بنقوم بتنفيذها يا فندم، شارك في الأعمال 70 شركة وطنية بأكثر من 70 ألف عامل ومهندس و35 مكتب استشاري هندسي مصر يا فندم. أيوة يا احنا كلامنا كله النهاردة اللي احنا بنتكلم على لكل احنا بنتكلم عليه ده بكتير على اخر السنه باذن الله. مش كده؟ باذن الله. شكرا. وعودة لملف الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على البنوك الروسية وقطاع التعدين الروسي مع ملاحقة أكثر من 30 شخصية وشركة من سويسرا وألمانيا ودول أخرى لمساعدة موسكو في تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا والتي دخلت عامها الثاني.
وقالت الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات الجديدة تستهدف 22 شخصية روسية و83 كيانا بهدف زيادة عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي. وإلى ذلك قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في البيان إن العقوبات كان لها تأثير على روسيا على الأمدين القريب والبعيد، مؤكدة أن هذا التأثير يمكن ملاحظته من خلال الصعوبات التي تواجهها روسيا لإعادة تكوين مخزونها من الأسلحة. أشادت الولايات المتحدة الأمريكية بالتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها تعبيرا ساحقا عن الدعم لأوكرانيا ودفاعا واضحا عن الحرية في كل مكان. وأوضح المستشار الخاص بالأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أنه من خلال التصويت بأغلبية ساحقة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وقفت هذه الدول بحزم في دعم النظام الدولي القائم على القواعد، وتحدثت بصوت واحد للمطالبة بانسحاب روسيا الكامل والفوري وغير المشروط من جميع أراضي أوكرانيا. المستشار الألماني أولاف تشولتس إن بلاده ستدعم أوكرانيا بكل قوة ومهما استغرق الأمر، وذلك في رسالة مصورة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. وأضاف شولتس أن المساعدات الألمانية لأوكرانيا بلغت أكثر من 14 مليار يورو حتى الآن. وقال المستشار الألماني إن حكومته ستبذل قصارى جهدها لضمان عدم التصعيد بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. قال وزير الدفاع البريطاني بين والاس إن بلاده مستعدة لتقديم الأمن أو سد الفجوة في الطائرات المقاتلة لأي دولة ترغب في إرسال الطائرات الروسية أو من الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا. ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه بريطانيا المزيد من العقوبات على روسيا تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية، بما يشمل حظر تصدير كل عنصر تستخدمه روسيا في ساحة المعركة. وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن العقوبات والإجراءات التجارية المنسقة دوليا ستستهدف قطع غيار الطائرات وأجهزة اللاسلكي والمكونات الإلكترونية، كما تستهدف المزيد من المديرين التنفيذيين بمن فيهم مسؤول شركة روس أتوم للطاقة النووية وقطاع الدفاع. Some of the world's poorest people are now paying higher prices for food, for energy, and for the means of survival. Reaches a year in duration. قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي بعد الاجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف
إن بولندا أرسلت 4 دبابات لوبارد إلى كييف بالفعل ومستعدة لإرسال المزيد بسرعة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي أضاف مورافيتسكي أن بولندا وأوروبا يقفان في صف أوكرانيا حتى تحقق النصر التام على روسيا. Polska jako państwo, które jako pierwsze budowało tą koalicję leopardów z sukcesem dzisiaj składającą się z kilku czy kilkunastu państw. تسببت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في خسائر كبيرة امتد تأثيرها إلى معظم دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. كما تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في تداعيات اقتصادية سلبية بسبب توقف صادرات البلدين من إمدادات الطاقة والوقود والمواد الغذائية. المزيد تستعرضه لنا الزميلة هالة الحملاوي. أهلا بكم. لم تكن روسيا وأوكرانيا وحدهما من دفع ثمن النزاع الدائري بينهما منذ عام مضى، بل يدفع العالم الثمن أيضا. البداية كانت قبل عام، غيوم كثيرة تجمعت في سماء العلاقات الدولية إثر قيام روسيا بعمليات حشد عسكري واسعة النطاق على الحدود الشمالية لأوكرانيا، وصاحبت عمليات التعبئة العسكرية حملات سياسية ودبلوماسية تبادلت فيها موسكو وعواصم الغرب الاتهامات. وأعلنت روسيا رفضها لأي أمر يوحي باقتراب كييف من الانضمام لحلف الناتو، الأمر الذي يشكل تهديدا مباشرا عليها. على مدى عام دارت مواجهات ضارية بين الجانبين الروسي والأوكراني على جبهات متعددة، تغير مسار النزاع مرات عدة. وبينما فشلت روسيا في اقتحام العاصمة كييف، إلا أنها نجحت في ضم 4 مقاطعات أوكرانية في الشرق والجنوب تشكل في مجموعها 20% من الأراضي الأوكرانية. على الجانب الآخر، فإن أوكرانيا التي نجحت في الدفاع عن عاصمتها بات عليها أن تقود هجوما مضادا نجح في تحرير عدد من المدن في الشرق والجنوب، وأبقت صلتها مفتوحة مع البحر الأسود، كل ذلك بفضل دعم غربي سخي بالسلاح والمال. وفي موازاة العمليات العسكرية، فإن روسيا التي دخلت الحرب لمنع توسع حلف شمال الأطلنطي حققت من خلال العمل العسكري أعلى درجات التضامن التي عرفها الحلف منذ وقت طويل. وفوق كل ذلك طلبت السويد وفنلندا المحايدتان الانضمام إلى الحلف. ونتيجة تمدد الحرب، فإن التعبير الروسي بأن الحرب ما هي إلا عملية عسكرية خاصة أصبح حربا شاملة تستدعي التعبئة العسكرية الشاملة وتغيير القيادات العسكرية 3 مرات وإقحام جماعات مسلحة روسية إلى ساحة العمليات. ألحقت هذه الحرب المستمرة حتى الآن خسائر كبيرة للبلدين، لكنها ليست مجرد شأن إقليمي يدور بين بلدين متجاورين، بل امتد تأثيرها إلى معظم دول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، لما لها من تداعيات اقتصادية كبيرة على هذه البلدان، مسببة أزمة اقتصادية كبيرة بسبب توقف صادرات روسيا وأوكرانيا من إمدادات الطاقة والوقود والمواد الغذائية، حيث تحتلان مركزا هاما في سوق المنتجات الزراعية في العالم، وتمثل صادراتهما من القمح 23% من السوق العالمية. وأدت الأزمة الأوكرانية أيضا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والوقود في الدول التي كانت تعتمد على صادرات هاتين الدولتين، وتراجع مستوى معيشة سكان هذه الدول التي لا تزال تعاني من نقص في المنتجات وغلاء في الأسعار وارتفاع في أسعار الوقود. قبل ذكر الحرب الروسية الأوكرانية وفي إشارة إلى أن الأزمة آخذة في التصاعد، أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة لم يعلن عنها مسبقا إلى كييف، وعد خلالها أوكرانيا بمزيد من الأسلحة وبدعم لا يتزعزع، حيث تعد الولايات المتحدة من أكبر الداعمين الغربيين عسكريا لأوكرانيا، حيث بلغ حجم المساعدات أكثر من 30 مليار دولار منذ بداية عهد الرئيس بايدن. وفي ظل عدم وجود بادرة على إمكانية إحلال السلام، شهدت الفترة الأخيرة تصريحات من مختلف الأطراف عن إمكانية التوجه للتفاوض لتسوية الأزمة، حيث كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعرب مؤخرا عن استعداد بلاده للاتفاق مع جميع أطراف النزاع في أوكرانيا على حلول مقبولة،
مشيرا إلى أن تلك الأطراف ترفض ذلك. على الجانب الآخر تطالب كييف بالانسحاب الكامل للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية كشرط مسبق للتفاوض، وهو الأمر الذي ترفضه روسيا بشكل مطلق. مر عام على بداية الأزمة الأوكرانية بينما يحاول العالم التحرر من عبئها، هذا العبء الذي أثقل كاهله ويحاول التكيف معه، ولأن الحرب اندلعت في أواخر عامين من وباء أصاب أغلب دول العالم بما يقارب الشلل، فقد بدا أنها تمثل فصلا جديدا من تآمر المرض والسياسة على حياة المجتمع الإنساني برمته. أخبار السادسة متواصلة معكم وتتابعون فيها. ردا على محاكاه نوويه بين واشنطن وسول، بيونغ يونغ تجري تدريبات على اطلاق صواريخ كروز الاستراتيجيه. اجرت كوريا الشماليه تدريبات على اطلاق صواريخ كروز في خطوه تهدف الى فحص وضع الاستجابه السريعه لوحدات صواريخ كروز الاستراتيجيه التي تشكل احدى القوى الرئيسيه للردع النووي لبيونغ يونغ. وذكرت وكاله الانباء الكوريه الجنوبيه ان وحده فرعيه من وحدات صواريخ كروز الاستراتيجيه لكوريا الشماليه أطلقت أربعة من صواريخها من طراز هوسال 2 باتجاه المياه الشرقية، والتي سارت في مسار طيران قبل أن تصيب الهدف كما هو محدد بنجاح. حلقة جديدة ومعتادة من حلقات الصراع في شبه الجزيرة الكورية تتكرر وتؤجج التوتر الذي ضلعت فيه واشنطن في تلك المنطقة الملتهبة من العالم. فقد أطلقت كوريا الشمالية أربعة صواريخ كروز استراتيجية باتجاه البحر في تجربة قالت إنها أظهرت مرة أخرى القدرات الحربية للقوة القتالية النووية للبلاد. التجربة جاءت رداً على إجراء تدريبات محاكاة نووية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مع التركيز على بيونغ يانغ التي تستعد بحسب خبراء ومحللين لإجراء أول اختبار لسلاح نووي منذ عام 2017. وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن صواريخ هوسال 2 الأربعة أطلقت من محيط مدينة كيميتشيك في مقاطعة هامجيونغ الشمالية باتجاه بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان. البنتاغون أكد في بيان أن وفدي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ركزا مناقشتهما على ردع الحلف للحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والخيارات المحتملة للرد على استخدام كوريا الشمالية للأسلحة النووية، لكنه لم يذكر بالتحديد التصورات التي تم تنفيذها، فيما قالت وزارة الدفاع في سول إن الحليفين أعادا تأكيد استعدادهما لمواجهة أي تهديدات نووية من كوريا الشمالية، اتفقا على مواصلة تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية والتشاور بشأن الأزمات والتخطيط المشترك وتنفيذ الردع الموسع. وهكذا تتدحرج كرة الاستفزاز يتلقاها كل فريق ويعيدها لغريمه في مشهد يؤرق العالم، ولا سيما بعدما اعتمد الغرب فكرة خندقة جميع الحلفاء مع أو ضد، ليعيد للأذهان مشاهد مؤلمة عن الحرب النووية كما في الحرب العالمية الثانية بملابسات كبيرة الشبه بالأحداث الدائرة الآن. أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء الوضع في ممر لاشين الحدودي بين أرمينيا وأذربيجان والعوائق التي لا تزال قائمة هناك وينتج عنها تداعيات إنسانية. وأشار في بيان إلى أن أذربيجان يتعين عليها استخدام جميع التدابير المتاحة لها لضمان عدم إعاقة حركة الأشخاص والمركبات والبضائع على طول ممر لاشين في كلا الاتجاهين. كما كرر الاتحاد دعوته للسلطات الأذرية وجميع المسؤولين لضمان حرية وسلامة الحركة على طول الممر بما يتماشى مع الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب البيان الثلاثي الصادر في 9 من نوفمبر 2020 بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا وأذربيجان.
نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في إحدى قرى مركز فرسكور بدمياط ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة، وتم صرف الأدوية بالبنجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا. قافلة تشمل جميع التخصصات، جميع التخصصات موجودة، وفي إقبال من أهلنا شديد من تفتيش السير ومن نوادرية وضواحيه، لأن الناس في احتياج للكشف والعلاج في الظروف اللي احنا موجودين فيها، في الظروف الصعبة وارتفاع الأسعار. الكشف والعلاج بالمجان وبيقدم جميع أهلنا. الحمد لله أنا دخلت كشفت في جميع التخصصات الموجودة والعلاج كويس، يعني الحمد لله جميع العلاج موجود، كل حاجة موجودة الحمد لله. وإحنا هنا في نوادرية طبعا محافظة دمياط، فبتيجي يعني الحمد لله فيها جميع كل حاجة، كل حاجة موجودة، أشعات وتحاليل وكل حاجة موجودة. شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ندوة نظمتها لجنة مواجهة التطرف والإرهاب ولجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك تحت عنوان النشأ والشباب ومخاطر تأثير الوعي. وخلال الندوة تم التطرق إلى المتغيرات التي طرأت على الوعي المصري خلال السنوات الأخيرة ودور المعنيين في الدولة في مواجهة صناعة ذلك الوعي وتدعيمه بالمعلومات الصحيحة والمنضبطة. كما تم التأكيد على أهمية أن الشباب المصري يحتاج للتفكير والتدبر قبل أن يردد أي معلومة ويتأكد من مصدرها بشكل صحيح. شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في منتدى فرص الأعمال التجارية والصناعية في أفريقيا، ونظم المنتدى جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة بالشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية. ويشهد المؤتمر مشاركة كبيرة من الشركات المصرية، تجاوزت 120 شركة بالإضافة إلى ممثلين عن المجالس والغرف وتجمعات الأعمال، ومشاركة رفيعة من وفد بنك التنمية الأفريقي برئاسة مسؤول السياسات الصناعية والتجارية بالبنك. نجحت البعثة الأثرية المصرية الإسبانية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة برشلونة والعاملة بمنطقة البهنسة بمحافظة المنيا في الكشف عن 3 مقابر من الحجر الجيري من العصر الروماني و16 مقبرة من العصر البيزنطي والقبطي. وأسفرت الحفائر عن نتائج هامة تتعلق بتاريخ هذا الموقع، وقامت البعثة بأعمال معالجة القطع الأثرية التي انكب الكشف عنها وتدعيم وتقوية الرسومات الجدارية الموجودة على جدران الباسيليكا في الموقع، بالإضافة إلى دراسة النصوص القبطية واليونانية المكتوبة على الجدران أو على الشقفات، مشيرا إلى أنه تم كذلك توثيق الموقع عن طريق العديد من الصور ثلاثية الأبعاد والصور الجوية. ونتحول الآن إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. رجاء رمزي والتفاصيل. رجاء، شكرا محمد، شكرا سحر. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أكد الاهتمام الذي توليه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنطقة شرق الإسماعيلية الصناعية. تعد المنطقة لتكون مقرا للصناعات التكنولوجية والصناعات المغذية والمكملة لمشروعات الوقود الأخضر. وخلال استقبال وفد جمعية سيدات الأعمال الألمانية، أعلن جمال الدين البدء قريبا في أنشطة تموين السفن والاستعداد للتموين الأخضر، وذلك بحلول العام 2026. وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية على أهمية المقومات التي جعلت من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهة الاستثمار في مختلف القطاعات ونقطة محورية في مسار التجارة في العالم، نظرا لموقعها وامتلاكها 6 موانئ بحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط.
شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا وسفيرة النرويج بالقاهرة هيلدا كلانسدال التوقيع على اتفاقية مشتركة ما بين كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة موبكو وشركة سكاتك النرويجية، وذلك للتعاون المشترك في مجال تنفيذ المشروعات الخضراء، وتشمل المشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر. وأوضح الملا أن الاتفاقية تأتي تأكيدا للالتزام من الدولة المصرية بتفعيل التعهدات والاتفاقيات الدولية فيما يخص الحد من التغيرات المناخية، وفي إطار التوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء، وذلك لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال تعزيز الاستثمارات والشراكات الدولية في هذا المجال. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث واصلت أسعار النفط مكاسبها لثاني جلسة على التوالي، إذ عوضت توقعات تقليص الصادرات من روسيا تأثير زيادة المخزونات في الولايات المتحدة، أيضا المخاوف بشأن النشاط الاقتصادي العالمي. ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة بلغت 0.78% لتصل إلى 82 دولار 85 سنتا للبرميل. هذا أيضا صعدت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.78% لتصل إلى 75 دولار و98 سنتا للبرميل، فيما انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 0.28% لتصل إلى دولارين 2.67 سنتا للتر. في المقابل ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 4.88% لتسجل دولارين 2.43 سنتا، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على هبوط مع تزايد المخاوف من أن يتمسك الفيدرالي الأمريكي بموقفه المؤيد للتشديد النقدي لفترة أطول. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة بلغت 0.47%، بينما فتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضا بنسبة بلغت 0.97%، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع بنسبة بلغت 1.61%. هذه الوقفة الاقتصادية مشاهدينا، عودة مجددا إلى صحر محمد، فإليكم. شكرا لك رجائي. وبهذا بأخبار الاقتصاد نصل إليكم إلى ختام هذه النشرة، ولا يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. في إطار خطة تطوير الطرق الشاملة بالقاهرة الكبرى، الرئيس السيسي يتفقد سير العمل في مشروعات المحاور والطرق بالجيزة. تلبية الاحتياجات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مصر تطلق بنجاح القمر حورس واحد من قاعدة الإطلاق بشمال غرب الصين. دعما لمسار الحل الليبي الليبي، مصر ترحب بإقرار مجلس النواب الليبي لتعديل الإعلان الدستوري. بهذه العناوين وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة السادسة، إلى اللقاء.